نعتقد بعد يعني على الوزيرة أن هي تتفاعل مع مداخلات النواب وتساؤلاتهم. نلاحظ أن هناك يعني تداخل في الموضوع المداخلات وأنهاها بمداخلة لا تمت لموضوع اليوم بصلة مطلقا. سعادة الوزيرة، وزيرة شؤون الشباب معروف، نعم موضوع المراكز تمكين الشباب مسؤولة عنه تحت اختصاصه، ولكن المرسوم بقانون اليوم لا علاقة له بهذا الموضوع. يعني ما قال ما ذهب إليه وزير المجلسين يعارض ما جاء في دستور مملكة البحرين. دستور مملكة البحرين المادة 5 تنص على نص المادة: الأسرة أساس المجتمع وقوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، ويحفظ القانون وكيانها الشرعي ويقوي أواصالها وقيمها، ويحمي في ظل الأمومة والطفولة ويراعي النشء. اللي ما ذكر زميلي أحمد قراطة النائب الثاني هو التالي: أن الوزيرة حضورها هنا هي مسؤولة سياسيا، هي مسؤولة سياسيا أمام المجلس عن الشباب والرياضة. صحيح أن تسميتها وزيرة الشباب، لكنها أيضا لا يوجد مسؤول سياسي في الدولة غير وزيرة الشباب مسؤول عن الرياضة، وبالتالي مداخلات أصحاب سعادة النواب تصب في مجال الشباب والرياضة اللي هو دائما مرتبط مع بعض. فأعتقد دستوريا يعني كلام اللي ذكره سعادة وزير المجلسين غير صحيح، لأن دستوريا هذا حق مشروع للمجلس، وأيضا مشروع للنواب أن يناقشوا الوزيرة المسؤولة سياسيا أمام المجلس. أظن ما اختلفنا احنا، لكن مو بعرف وين الخلل في النقاش. مسؤولة عن قطاع الشباب 100%، لا نختلف على ذلك. ما طرح بالنسبة لمراكز تمكين الشباب مسؤولة عنه سعادة الوزيرة 100%، ولكن الموضوع المطروح اليوم على جدول الأعمال ما له علاقة بالموضوع، ما له علاقة مطلقا بهذا الموضوع. بس هذا اللي بغيت أقوله. شكرا معرفة. شكرا. يعني الوزيرة موجودة قاعدة، المفروض هي اللي تقوم تجاوب، تقول هذا مو من اختصاصاتي وليس وزير شؤون مجلسين. اتكلم سعادة الوزير بأن احنا قاعدين نتكلم في وادي والمرسوم في وادي، وهذا غير صحيح، لأن المبادئ التي يقوم عليها المرسوم واضحة. والله ما كان بودي صراحة أن أوقف مرتين وثلاث، يعني أنا مسؤول أمام المجلس عن أعمال الحكومة على العموم. سعادة الوزير موجودة، وإذا في أي سؤال محدد عن المرسوم بقانون كنا نتمنى أنه يكون واضح جدا، ولكن في سياق الكلام اللي قيل وربما ضاع في أثناء الكلام الشامل. المادة 63 من اللائحة: ولا يجوز أن يخرج عن الموضوع المطروح للبحث، أي خاطب النائب. إذا كنت أنا مخطئ، لدى المجلس عدد من المستشارين المعتبرين وأصحاب الخبرة والباع الطويل في ذي الموضوع يصححون لي، ولكن أن تخطأ الحكومة في كل ما قالت ما أعتقد أن هذا كلام صحيح. تفضلي. شكرا معالي الرئيس. بس حابة أؤكد على ضرورة التعاون بيننا. أنا لما قلت الباب مفتوح أعنيها بمعنى الكلمة، الباب مفتوح لكم، الباب مفتوح حق أي شيء يخص الشباب. أنا الشباب مسؤوليتي والشباب أمانة في رقبتي أنا، ومثل ما أنتم خايفين عليهم أنا هاي شيء يسعدني عشان أنا أشتغل معاكم أن نرتقي بالمنظومة الشبابية مع بعض. فيما يخص الرياضة أنا بعد سعيدة أني أنا أرتب مع المختصين عشان ما نرضى على البحرينيين ولا نرضى على الشباب البحريني، وهاي من واجبي وعمري ما راح أخلي مسؤوليتي من هالناحية، وأتمنى تحطون يدكم بيدنا عشان نرتقي بالموضوع. شكرا، الله يوفقنا جميعا. شكرا سعيد.